شفت آدم في واحد البيت قريب ليا، كان واقف تما في القنت وعطاني بظهره، وملي شفته كنت متأكد أنه راه هو، وبديت كنعيط عليه ولكن ما كيجاوبش. ومشيت ودخلت للبيت ولكن ما كانش تما آدم نهائيا. في الجزء الأول خليناها فاش دخلت المبنى الكبير مع صحابي، واللي دخلت ليه بزز مني حيت تبعنا آدم اللي كان راسه قاصح ودخلت تماك، وإحنا اضطرينا نتبعوه. ومن بعد تلفت على صحابي في دوك المتاهات وما بقيتش عارف كيفاش نخرج. ومن بعد بلي آدم في بيت، ولكن ملي مشيت عنده ما كانش تماك. براين واش كتقدر تسمعني؟ راه كاين آدم هنايا وكنقدر نسمعو كيعيط عليا. خرجت ديك الساعة من الصدمة اللي كانت واقعة ليا في دماغي، وبديت كنجري بأسرع ما يمكن البلاصة اللي جاي منها الصوت ديال آدم، وبقيت كنعيط ليه بواحد الصوت مخلوع ولكن ما كانش كيجاوب، وكنت كنقدر نسمع غير الصوت ديالي كيتعاود. وكل ما كان بإمكاني ندير ديك الساعة هو الدوران، وأنني نبقى نتسركل في دوك القاعات الكبار واللي ما عندهمش نهاية. وفي نفس الوقت كنت كنبكي بواحد الشكل هستيري، وبدا كيجيني الياس من انني نقنع راسي بانه ربما يمكن ليا نلقى غير شي حاجه اللي نهرس بها شي حائط ولا شي لعيبه، واللي كانوا ديك الساعه الحيوطه كبار وصحاح وكانوا كيضربوا بيا من اي بلاصه بحال شي مسجون. ولكن في نفس الوقت جاني واحد الاحساس ان هاد الشيء كامل ميؤوس منه، وحسيت بحال هذه هي النهايه وانني غادي نموت في هاد البلاصه. ومن بعد تمشيت لساعات وانا كندور في ديك المتاهه اللي عامره ما مرات ما كتساليش، وتا داك الادرينالين اللي كان عندي بدا كيتلاشى حيت صافي ترهقت ديال بالصح وعيت. ومع ذلك بقيت غادي واخا ما عارفش راسي فين غادي، ولكن ما قدرتش نوقف، وفي نفس الوقت ما قدرتش نريح بوحدي محاصر بالافكار ديالي، وحسيت بحال هذوك الحيوط كيتسدوا عليا في كل مره كنوقف وغادي يسرطون. وواحد شويه غادي نهز التليفون ديالي، بانت ليا 4 وثلث، رديته في الجيب ديالي وكملت الطريق كندور وكنقلب. ومن بعد عاود جبت التليفون نشوف الساعه، ولكن الصدمه اللي كانت هي ان الساعه كانت 4 وثلث نفسها. والمشكله راه داز وقت طويل باش شفت الساعه في الاول، هنا تاني بدا المرض والعصاب، قبيله الشراجم ما كاينينش ودابا الوقت ما كيتحركش. وهنا بديت كنتخلع ديال بصح، وداك الخوف اللي كنت باغي نتيستي في الاول ونوصل لاعلى المراحل ديالو بديت كنحس به وانني راه غادي نوصل ليه. وواحد اللحظه بغيت نصوني ل 911 ولكن ما كاينش الريزو تماك، والتليفون خدام ولكن الوقت ما كيتحركش بتاتا، وهذا الشيء اللي ما بغاش يدخل ليا راسي كاع. واحد اللحظه لقيت راسي كنغوت بالجهد وانا نازل في الدروج ملي بداو كيتشقوا تحت مني، حيت داك الدروج كان مهرس وما قدرتش نتحكم براسي حتى تخبطت في الارض. ونط غير بزز بحال مشلل ومصدوم ومخلوع ديال بصح، وما بقيتش قادر حتى نشوف في الجسد ديالي، ونقلب على الضرابي اللي فيه وقدرت نوقف على رجلي غير بزز. وكان راسي كيزدح وحسيت بحال طحت من فوق شي سطح، ولكن كنت عارف انني راه ما مهرس فيا حتى شي عظم، كنت كنقدر نحرك كاع الجسم ديالي. ولكن بلاتي كنرجع السينتا اللور، دروج واش كانوا تماك دروج؟ واخيرا شي حاجه من غير المتاهه ديال الكولوارات. بديت كنتحمس وكنضحك بالجهد، والصراحه هاد اللحظه بديت كنتسطع، صافي راه هرب ليا، وحسيت بواحد السعاده بسبب التغيير ديال دوك المتاهات. وقلت دابا راه ممكن نلقى الطريق ديال الخروج بالسربه، حيت ان المتاهات اللي كنت كندور بهم تبدلوا ونزلت في الدروج. ولكن دابا لقيت راسي في واحد لاكاب مظلم، وكان الضوء الوحيد اللي تما جاي من الكولوارات واللي اصلا ما فيهمش الشراج. كيفاش عاوتاني؟ كيفاش الضوء جاي من الكولوارات واللي اصلا انا كنت فيهم وما كانش فيهم الضوء بتاتا؟ هادشي صافي بدا كيسطيني. عاوتاني شي حاجه اخرى خارقه للطبيعه، وعلى الاقل الضوء ديال تليفوني كان باقي خدام، وتشيكيت الطبقه التحتانيه مشيه ورجعه وكانت خاويه كامله، باستثناء واحد الفتحه في الزاويه البعيده ودرت عليها الضوء وكانت مايله ونقدر نزحف فيها. وتصدمت بهذه الفكره اللي جاتني
لدرجة تفاجأت كيفاش حتى نفكر ندخل تما، ولكن ما كان عندي حتى شي خيار آخر وما كانش عندي فين نمشي. ودخلت في داك النفق وأنا كنسب بسبب العصاب وكنغوت حيت راه صافي تعصب ديال بصح. وداك النفق كانت فيه مساحة كافية أنني نزحف فيها، وكان عندي واحد الشعور خايب وكنحس بحال غيري بعليا داك الشيء، حيت كانت عندي فوبيا من البلايص المسدودة والمضيقة. وبديت كنقول عندك غنولي زايد كتر وهاد البلاصة تبدا تضيق ونولي مضغوط تما، وحتى لا اضطريت نرجع ما نبقاش قادر نرجع حيت هذيك البلاصه راه غادي تبدا تضيق. وحسيت بالخوف الشديد من الزحف في داك النفق، وبديت كنمشي بشويه بشويه وكنقول في راسي انتقاتل واللي بغى طرطره. وبقيت غادي مكمل تماك، وبداو كيجوني افكار انني نرجع الطبقه اللي لتحت، وبغيت نرجع ولكن ما قدرتش وتقصحت الدير بالصح، وقررت انني غير نكمل حيت راه ما يمكنش نرجع. وكملت القدام وانا معصب ومخلط عليا البكية والعصاب، وبديت كنفقد الامل وكنبكي بالجهد، مع العلم انه حتى واحد ما كان كيسمعني، وكان تما غير الظلمه والضوء الوحيد اللي كان خارج من التليفون ديالي. وبقيت كنزحف، وواحد شويه حسيت بداك النفق كينزل، وما كانتش عندي فكره فين كيدي هاد النفق وعلاش كينزل في النهايه ديالو. ولكن في الاخر خسر الجسد ديالي من العطش والارهاق والصخر، وصافي حسيت بالنهايه جسديا وعقلي، وما بقيتش قادر نتحرك نهائيا، وبقيت كنبكي في وسط داك النفق اللي تاكدت انه ما عندوش نهاية. ولكن هاد البكية الصراحة كانت مؤلمة واستسلمت فيه. ومن بعد بين نعست ما عرفتش كيفاش، ولكن من اللي فقت لقيت التليفون ديالي قرب يسالي من الشارج، ولكن هادشي مزيان، قلت على الاقل بعد الشارج قاع ما تجمد بحال الوقت. ولكن من بعدها كنت غنضرب التليفون مع الارض في اللحظة اللي غنشوف فيها الساعة وغنلقاها مازال الربعة وتولوت. ومع ما لقيت حتى شي حاجة حسن نديرها كملت في داك النفق وكنزحف فيه، وخايف لا طر ليا شي حاجة، وكنت خايف لا يطفى ليا التليفون ونولي غير في الظلمة ومن بعد نموت تما، وكان تما غير السواد اللي داير بيا والظلمة. ولكن المصيبة الكبيرة هي انه التليفون غادي يطفى ليا. صافي كملات هادشي اللي كان باقي خاصني، وكان واحد الشعور ما قدرتش نوصفه، وبقيت كنزحف حيت كان ضروري نكمل، وكان بحال داك الشعور ديال الرعب اللي فيا كيزيد وتابعني في النفق وبحال باغي يشدني. وديك اللحظه تمنيت غير شي حاجه تغطي هاد الخوف اللي كان فيا، وفي الاخر عقلي استسلم من الياس، وبديت كنتقبل هاد الشيء وافكاري تخربقات، وبديت كنقرب للسقف ديال الخوف. واحد شويه داك الظلام والثقيل الكبير اللي كان ما بقاش، وغنبدا نسمع شي حد كيضحك، وكنت كنقدر نسمع الدراري الصغار كيضحكوا بالجهد. وبديت كنشوف الضوء في داك النفق، وهاد اللحظه بديت كنزحف بالزربه عند داك الصوت وداك الضوء اللي كان في الاخر ديال النفق. ولكن من ظهري المكفز تاني كل ما كنت كنزحف اكثر كل ما داك الصوت كان كيقل، وحسيت بحال كنت كنبعد عليه. وبديت كنغوت وحسيت براسي كنت تعذب بأسوأ الطرق، وكانت هاد البلاصه حيه في الذهن ديالي، وبحال وليت عايش في وهم غير في الدماغ ديالي. وملي طفى الضوء ومشى داك الصوت تجمدت في بلاصتي وما بقيت عارف شنو ندير، ما بقيتش قادر ندير حتى شي حاجه. ولكن من بعد داك الصوت بدا كيتزاد بشويه بشويه، وبحال صوت شرير وفي نفس الوقت كيتزاد بالجهد، وداك الضحك بدا كيزيد بزاف وليت كنسمعو من اي بلاصه، لدرجه اضطريت انني نسد ودني. والضوء كذلك بدا كيزيد لدرجه ما بقيت قادر نشوف حتى شي حاجه، وتعميت وانا نغمض عيني وانا نغوت بالجهد، ولكن كاع داك الغوات ما كيبانش قدام الضحك اللي كنت كنسمع. وملي حليت عيني مره اخرى لقيت راسي مريح على ركابية ويدية في واحد القسم كان قديم وخاوي، ولكن هاد القسم ما كانش مهجور بحال البلايص الاخرين، ولكن غتبان ليا واحد الحاجة اللي كنت باغيها من قبل، وبان ليا شرجم في القسم وجريت بالجهد. وملي طليت بان ليا الدراري الصغار كيلعبوا ويضحكوا، وبقيت كنضرب بيدي بالجهد تماك وكنغوت على دوك الدراري، ولكن حتى حد ما كان كيسمعني بالرغم من انني كنت كنغوت بالجهد.